الكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014. قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش؟ لو ما تحلتش البلد دي هتخرب وتضيع، لازم مشكله الكهرباء تتحل خلال سنه، واشتغلنا على كده. في المزيج بتاع توليد الكهرباء، احنا كان عندنا 8 سنين نعمل فيهم ده وما عملناش فيهم ده بالشكل الامثل. كلها تقف كده عشان تسدد ايه؟ سلفها وتسدد ديونها. فطارق عايز الفلوس من الدكتور شاكر وعايزهم بالدولار، والدكتور شاكر معهوش، هو كمان عايز يبيع بالدولار للغاز اللي عنده. ابيع ب 12 دولار كاش ولا بيع ب 3 دولار ما خدهمش وبالجنيه؟